مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا بيكم. وحشتوني جدا جدا الاسبوع اللي فات. يعني مفاجأة ليكم ان شاء الله. معايا النهارده جميلة من جميلات انتي اجمل، وليا الشرف طبعا ان هي تكون اول حد بستضيفه معايا في البرنامج بتاعي. حد يعني نموذج مشرف جدا جدا لأي ست مصرية. حد عرف بجد ازاي يحافظ على جماله وعلى شياكته رغم صعوبة الظروف، رغم سعيها ورا نجاحها وهدفها. معايا النهاردة الجميلة الشيك قوي هاجر. ميرسي ميرسي يا استاذة سامي. ازيك يا هاجر، عامله ايه؟ الحمد لله. نورتيني حضرتك بجد قوي قوي. شكرا لحضرتك. ليا الشرف بجد ان انت معايا النهارده. حد نموذج بجد للست القويه الجميله ميرسي الشيك، ليكي، ميرسي يعني ليكي. بجد هتعملي اضافه للبرنامج اصلا. يعني اهلا بيكي يا حبيبتي. اهلا بحضرتك. اول حاجه بقى عاوز اعرف وتعرفي برضو الناس بدايه مشروعك، ومشروعك ده عباره عن ايه؟ بداية مشروعي، المشروع ده الأول نتكلم من وجهة نظري هو المستلزمات الخياطة. طبعا مستلزمات الخياطة زمان كانوا بيتكلموا عنها اللي هي الخردوات بس، لا، هي دلوقتي المجال اتفتح أكتر من كده بكتير، بقى الإكسسوارات كلها اللي موجودة على أي حاجة من الملابس هي ديت كلها في مستلزمات الخياطة. يعني أي حاجة اللي انت تتخيليه كله موجود خلاص دلوقتي، هو موجود. اللي انت بتجيبي لي مثلا الحاجه بتاعتك بتلاقيها موجوده عندي بالظبط. تمام، يعني افهم من كده ان انت مشروعك مستلزمات الخياطه. تمام، اوكي. مستلزمات الملابس. الخياطه بقى مش بمفهومها الهديه القديم، لا 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 اللي هو خالص خالص، خيط وابره والكلام ده. لا انتهى، لا خلاص، ده حاجه تانية بقى. لا انتهى العصر ده خالص. تمام خالص. تمام، جميل قوي. طيب مشروعك دوت بقى انت بتتعاملي معاه ازاي؟ يعني هو خلاص مش عبارة عن خيط وإبرة والكلام ده، طيب هو دلوقتي عبارة عن ايه؟ او شغل المستلزمات الخياطة دلوقتي بقت عبارة عن ايه بالظبط؟ بص حضرتك دلوقتي، يعني لما نيجي نبص للديزاين بتاع الدريسات، او لو نيجي نبص للعبايات او اللبس البيت او اي حاجة بتلاقي عليها شغل. طبعا هو ده الشغل كله اللي موجود. حتى السواري، يعني ده كله موجود دلوقتي في المحلات، والحمد لله متواجد عندي في المحل بتاعه في المشروع بتاعي، والحمد لله. يعني كل يعني تعاملك كله بيبقى من خلال الفاشن ديزاينر، ولا ممكن تجيلك حد مثلا هي فعلا جايبه القماش بتاعها وبتجيلك مثلا تقول لك انا عايزه مثلا على الدريس اللي انا هعمله مثلا شغل معين او حاجه معينه، او بتجيب لك مثلا صوره من على النت بتجيب لي وانا الصوره من عايزه على النت وبتقول لي انا عايزه زي الموديل ده. وانت طبعا بتنفذي بقى. الحمد لله رب العالمين ان انا اكون فعلا بجيب لهم الحاجه اللي هم بيطلبوها بيكون موجوده عندي بالظبط. تمام الحمد لله. تمام، يعني ده فضل ربنا ان كل يعني بيجي عندي الناس بتقول الحمد لله. يعني معقوله انا عمري ما اتخيل ان في محل موجود فيه الحاجات دي كلها. الحمد لله رب العالمين، ده تمام. فضل ربنا. طيب مشروعك الجميل ده بقى احنا عايزين نعرف مشروعك دوت، هل انت اقمتيه لوحدك؟ يعني انت مستقله بيه بنفسك كده، ولا في حد مشارك معاكي، ولا مثلا انت او بمعنى اصح يعني جوزك مثلا دوره ليه دور مثلا معاكي، طبعا. او مثلا طبعا ليه دور كبير. هو اول حاجه هو اللي ساندني، وهو اللي اداني الفلوس وقال لي ابدا المشروع بتاعك واعملي مشروعك، والحمد لله رب العالمين. يعني بصراحه هو السند بتاعي. يعني اكيد طبعا. حتى في سفر القاهره لازم بيجي معايا نجيب الشغل بتاعنا كله. بيجيبي كل الماتريال بتاعتك اه من القاهره؟ طبعا اه طبعا تمام. لان احنا في اسماعيليه مش في القاهره، فالحاجة كلها بجيبها من القاهرة، والحمد لله. يعني وهو طبعا بيكون معايا وهو اللي حتى برضو لو في حاجة احنا بنطلبها او كده، في حاجات طبعا بيكون في الشغل احنا اللي بننفذها بايدينا. اكيد هاند ميد. فهو طبعا هو اللي بينفذ الحاجات دي كلها وهو اللي بيعملها. ربنا يا رب يخليك. يعني واقف معاكي برضو؟ طبعا مش سايبني بصراحة يعني. ربنا يخليهولك. طيب يعني شغلك بقى ده هل مأثر على حياتك الزوجية؟ لا الحمد هو لله. اكيد طبعا من كلامك اكيد لا. لا لا الحمد لله. ومعايا اولادي، انا معايا 4 وما شاء الله عليهم، وناجحين في الدراسه ومتفوقين، ومتفوقين برضو في الرياضه، بيروحوا النادي وبياخدوا بطولات وما شاء يعني الله عليهم. ما شاء الله، ما فيش تاثير يعني لا لا سلبي، لا كله خالص. تاثير ايجابي. لا الحمد لله الحمد لله. تمام. بس انا شايفه بقى ان ما شاء الله يعني الشغل ما اخدش من جمالك،
ما اخدش من شياكتك، ما اخدش من اي حاجه خالص يعني. طبعا ده في نطاق البرنامج اصلا، البرنامج اصلا يعني بيتكلم ان ازاي الست او البنت تحافظ على جمالها، من الرغم بقى من ان هي مثلا بتشتغل، او ان هي مثلا يعني حتى لو بتدرس حتى لو كده، يعني ما فيش حاجه بتاخد الواحده من جمالها او من شياكتها او ان هي تحافظ على نفسها. لا طبعا. بص حضرتك، احنا مدينتنا مدينه الاسماعيليه. طبعا مدينه الاسماعيليه معروفه مدينه السحر والجمال، اكيد مدينه جميله جدا جدا، ونفس الحكايه الناس اللي فيها كلها يعني الحمد لله جمال وشيك. طيب انا شايفه في صور كده على الشاشه، اشرحي لنا بقى ايه ده. بص حضرتك، هو انا طبعا انا ماليش دعوه بالموديل خالص خالص، احنا لينا في الاكسسوارز اللي عليها. بالظبط كده. ده حزام، حزام خيش طالع جديد، ودي زراير خشب، ده كله متواجد عندي. وفي حزام تاني برضو خشب بس بتوكه كده برضو، ده اللي طالع الايام دي وطالع السنه دي يعني هو مكسر فعلا الدنيا. مكسر الدنيا. وده احنا ده حزام جلد احنا اللي بنصنعه، صناعتك برضو. احنا اللي بنصنعه، احنا بنجيب الجلد تمام وبنجيب التوك دي واحنا اللي بنعملها، لان هي بره لما تبص لبره في محلات بتباعها غاليه جدا واسعارها غاليه جدا، اكيد فاحنا لازم برضو ان احنا مش هنيجي على الناس للدرجه دي. لا فاحنا بنحاول ان انا وجوزي بصراحه يعني هو بيصنع الحاجات ديت وبنباعها باقل ايه باسعار اقل من السعر شويه، يعني يا دوبك اقل من السوق بكتير، ده مش برضو بشويه. حزام جلد برضو جوتشي، احنا بنجيب الحاجه بتاعتها ديت والجلد دوت برضو احنا اللي بنصنعه، والحاجات دي الجلد ده كله احنا اللي بنصنعه. حلو جدا، وده برضو جميل ده جدا. الفلاور دوت اللي هو ده. الورد بياخدوه يعملوه على درسات زي ما انت شايفه كده. حلو جدا. برضو ده بتجيبيه انتي؟ وده برضو طبعا ده فلاور اللي هو الورد الطاير، عارفاه؟ ده بيتقصقص وبيتعمل بموديلات كتير على فكره، مش اطفال بس، مش اطفال بس، لا لا لا، فساتين حتى كبار او كده. للكبار وللاطفال طبعا، من يعني من الحاجات اللي هي مكسره الدنيا برضو. ده لا جميل جدا، حلو جدا بصراحه. ده كنارات، جبير وكنار. كنارات وجبرات وحاجات، فديت بتتعمل على الدريسات وعلى العبايات وعلى كل يعني حتى لبس البيت كل حاجه. يعني داخل هو في ده كل الشغل، خروج هو ده بيت. الشغل بتاعنا يعني، مش زي زمان اللي هو الابره والخيط والزر. لا لا، زي ما المفهوم كان اتغير بقى خالص خالص، بقى في خالص حاجات احدث طبعا كتير زي ما حضرتك شايفه. ده فستان كله لولي، الفستان اللولي. طبعا ده كان مكسر الدنيا كل ده الوانه. لولي طبعا، يعني احنا في اسماعيليه جبنا المكنه نفسها بتاعت اللولي. يعني انت عندك مكان اللولي نفسها، عندي المكنه يعني نفسها، اللي يجي لك يجيب لك الفستان مثلا بيجيب او لي الدريس. القماش قبل ما بيتفصل، بحيث ان هو ما يكلفوش تكلفه عاليه. اكيد. فاحنا اللي بنعمل اللولي وبنعمل مش وبنعمل السدالات، في اسدالات نزلت كده كلها برضو لولي، شغل لولي. عارفاها. فاحنا برضو اللي كنا بنعملها وبنعملها المصانع كتير، وكانوا بياخدوها وبيودوها المحافظات كتير على فكره، يعني ده فضل ربنا. ده المشروع بتاعك بقى. جميل قوي ما شاء ده الله. جزء منه. حلو جدا، حلو جدا. ده فراشات، فراشات طايره. برضو احنا كان في جت فتره ما كانش موجوده اصلا في السوق، فاحنا كنا بنجيب اقمشه وكنا بنوديها مكان ليزر وتتقص وتتعمل بجميع الالوان اللي احنا عايزينها، بحيث ان لما يدخل عندي اي حد ما يبقاش محتاج الحاجه، لا يلاقيها موجوده. يلاقيها موجوده. ديت الفراشات الطايره، وكان في برضو منها الورد الطاير والحاجات دي كلها. لا جميله جدا، جميله جميله جدا. بجد حاجتك جميله قوي يا هاجر، تسلمي. جميله جدا جدا. عاوزه بقى ايه، يعني ااكد تاني على موضوع ان شغلك ما اثرش على جمالك دي، احنا ما كملناهاش عشان نشوف الصور. بس قولي لي بقى ازاي بقى ان انت قدرتي بجد تحافظي على انك تكوني برضو شيك ومهتمه بنفسك كده، مع ان انت بتشتغلي وطبعا اكيد واقفه في مشروعك دوت ليل ونهار. طبعا. اكيد يعني. فلازم تقولي بقى للناس ما عشان هو تاخد ده فكره طبيعه برضو. الشغل بتاعي. ده طبيعه، لازم يكون المظهر كويس، بحيث ان انا اللي هيجي لي ده لازم هياخد بذوقي، هيقول لي ده ايه وده ايه. طب ما لو هو لقينا ان انا مظهري مش تمام هيعمل ايه؟ اكيد ده مش هديله الراي الصح، فخلاص لا، مكاني هو اللي بيربطني ان انا اكون ازاي.
وانا برضو الحمد لله رب العالمين، يعني انا من طبيعتي برضو بحب كده. اه فعشان كده انا اخترت المجال برضو بتاعي اللي انا حباه. انت حابه ان المجال مثلا اللي هو ايه الحاجه تكون مرتبطه مثلا بالفاشون وال ايوه ايوه والمثلا يبقى دايما داخله في الموضه، داخله في الحاجات دي يعني، حابه كده. اوكي بس بجد تسلم ايديكي، الحاجه حلوه مرسي جدا. ليكي، مرسي ليكي. هنتكلم بقى عن حاجه تاني اللي هي في ظروف كورونا. كلنا طبعا عارفين ظروف كورونا ديت يعني كانت ضربة عالمية مش محلية بس. لا لا لا، أزمة عالمية فعلا. فإحنا كنا عايزين نعرف بقى خلال الذروة بتاعت كورونا دي انت يعني كنت ازاي ممشية نفسك، ازاي قادرة تشتغلي، خطيتي يعني اتخطيتي مثلا الأزمة احنا دي ازاي؟ بص حضرتك، هو احنا مشينا زي ما نزل القرار أكيد. من نفتح الساعة 9 نقفل الساعة 5، تمام. خلاص كان ده مظبوط. علشان ان انا انزل القاهرة كان صعب لان كانوا طيب بيقفلوا بدري. احنا معانا اتصال تليفوني، باشمهندس محمد. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. دلوقتي حضرتك بجد الفكرة، انا بتابع بتفرج بالصدفة كده. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، ولقيت الموضوع صراحة موضوع جميل جدا، وانا من على فكرة عايش في بورسعيد، اهلا بحضرتك. وحابب والله ان المشروع ده ممكن يعني بالتعاون مع مدام هاجر مع حضرتك ان تمام. احنا ننقل الفكره في بورسعيد، لان احنا زي ما انت عارفه مدن القناه كلها شبه بعض في الستايل وفي الشياكه وفي الحاجات الكتير اللي هي بتعرضها دي، فحابين ان احنا ننقل المشروع ده في بورسعيد، لان صراحه الحريم والاطفال والاولاد ناس كتير بجد بتسال على الحاجات دي ومفيش حاجات متوفره عندنا هناك كتير، فكنا عايزين نعرف التكلفه المبدئيه او ان احنا نتواصل معاها بعد كده نعمل المشروع. هو عموما رقمها على الشاشة صح كده، وممكن تتواصل معاها بقى وان شاء الله خير يعني. هي مع حضرتك لو حابب تقول لها حاجة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا. مش كملنا بقى موضوع كورونا ده، ازاي قدرتي تتخطي المحنه بتاعتها؟ ما انا زي بقول لحضرتك كده، كنا ماشيين تبع قرارات. تمام. وكان لازم اللي يدخل يدخل لابس كمامه وبنعقم ايدينا على طول طول الوقت، وعلشان ان انا اجيب حاجتي من القاهره كان صعب عليا ان انا انزل واجيبها من القاهره. طبعا كنت بطلب الحاجات دي شحن وبتوصل لي شحن لحد المكان بتاعي. بس هي بصراحه يعني يعني كانت ازمه صعبه جدا أكيد جدا. على الكل، على الكل. طبعا يعني، وربنا يا رب ما يقعدها تاني. يا رب يا رب. يعني انت كنتي في مكانك والحاجه كانت بتجيلك، ما كنتيش لا 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 ما كانش فيه بقى سفر لا لا صعب، كان صعب السفر. صعب لان هم في الوقت ده برضو بيقفلوا بدري، وعلشان انا ارجع وكان في حظر مش هتلحقي بقى تروحي فكنت بطلب الحاجه بتاعتي كلها بتجيلي عن طريق الشحن. تمام. طبعا انا حابه اعرف اكتر حابه اعرف اكتر واكتر برضه عن موضوعك وعن مشروعك الجميل ده. بس انا عايزاكي تقولي حاجه بس صغيره كده، لو في مثلا بنت او ست هي بتحلم بحاجه مثلا، او بتحلم مثلا ان هي تعمل مشروع وتبدا مشروع، وخلاص بقى بتقول لا انا خلاص بقى انا ولادي والبيت ودلوقتي خلاص وما عنتش هقدر ومفيش وقت وسني ومش يعني فاهمه، فانا عايزاكي كده ايه واحده واحده كده وبالتفصيص كده تقولي لاي بنت واي ست تقولي لها ايه لو هي قالت مثلا انا ما عنديش وقت، تقولي لها ايه لو هي قالت ولادي، تقولي لها ايه لو هي قالت سني، هتقولي ايه بقى؟ حاجه حاجه كده. اقول هو اول حاجه اللي عايز يعمل حاجه ما بيقفش عندها، بيخرج في اي وقت في اي سن، ممكن تشتغل وهي قاعده في البيت، ان شاء الله تعمل هاند ميد، هتشتغل اي حاجه، ممكن تعمل مفرش الاندري بتاعها، ممكن هتعمل وهتسوق عن طريق النت. دلوقتي النت على فكره يعني دلوقتي مخلينا كلنا قريبين من بعض جدا جدا. أكيد. وان احنا ممكن نسوق الحاجه بتاعتنا عن طريقها اونلاين زي ما كلنا عارفين. ما نقفش، ده اللي انا اقوله ان احنا ما نقفش. اما لو هي مثلا بس السن، لا لا طبعا في ناس كتيره جدا لا اصل انا سني لا انا عندي مثلا 45 سنه ولا عندي 40 سنه، فهي شايفه ان 45 و40 على فكره ده احسن سن هو الواحد ان بس احسن سن ان الواحد بيعيشه. تمام. لان خلاص انا اولادي كبروا
بيعتمدوا على نفسهم. انا بس ان انا اشوفهم هم عاملين ايه في دراستهم أو من بريد، من بس يعني اباشر طبعا هم اصلا يعني بيوصلوا لمرحله ما بيدخلناش اصلا في حياتهم خلاص يعني. ايوه فعلا. أيوة. فاحنا بقى المفروض يعني بقى لما نيجي نقول 40 سنه او 5، لا ده احنا بالعكس السن بتاعنا الحقيقي اللي احنا نعيشه بقى احنا خلاص. احنا بنقابل نماذج دلوقتي لا اللي هو 40 سنه دي خلاص هي تقعد في البيت كده وخلاص وتتكلفت، ولا مش هطلع بره البيت ومش هينفع والولاد وما عنديش وقت. لا غلط طبعا. لا يعني غلط ده طبعا غلط. منطق غلط جدا. غلط غلط. واولادي دول رعايتي طبعا اكيد معاهم في لو هم رايحين النادي او لو هم في الدراسه انا ببص عليهم وفي النادي معاهم. طبعا لازم احنا كاولياء امور نكون رقباء لاولادنا اكيد طبعا. بس مش متسلطين عليهم يعني. لا مش متسلطين. في سن كده ما ينفعش ان احنا نبقى متسلطين طبعا. اصلا هم اللي بيدخلونا في حياتهم زي ما هم عايزين اكيد. لكن مثلا ان انا اقعد نفسي في البيت علشان ان انا اقول ان انا خلاص كبرت او ان انا لا انا مش هعمل مشروع أو لا 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 غلط طبعا. غلط. اكبر غلط. يعني انت بقى تقولي لكل اخرجي وعيشي حياتك وشوفي مشروعك، بس اهم حاجه ان انت تبداي مشروع صح في مكان صح عشان ما ترجعيش تقولي لا ده انا فشلت في الحاجه دي عشان هي اصلا لا لا. هو انت ممكن تكوني بدات غلط في الوقت الغلط، يعني ما جيش في ايام ازمه كورونا ولا انا عايز اعمل مشروع. ما ينفعش. لا ما ينفعش خالص خالص. انا ليه؟ لان هي دي ازمه عالميه مش ازمه على شخصيه. لا فعلا. فما ينفعش ان انا اجي واقول انا ابدا حاجه، لا ده انا بقف عند مرحله واشوف ايه اللي هيحصل علشان ان انا اقدر ان انا اشوف. لان انا هعمل مشروع وهيكلفني، مش هيبقى حاجه بسيطه، لا هيكلف في الوقت ده. طب انا اعمل ايه بقى؟ انا حطيت فلوسي كلها في المشروع ده. طب هعمل ايه؟ هفضل قاعده هلاقي نفسي ان انا خلاص. طيب بدا معانا اتصال تليفوني ناخده. رشا الو. ايه ازيك يا استاذه سمر؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. طبعا انا بقيت كل يوم تلات بستنى البرنامج بتاعته من حلاوته الصراحه. ميرسي جدا يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب. معلش بقى استاذ الاستاذه هاجر، تقولي ازاي لو عايزه اعمل مشروع وابدا بيه انظم وقتي؟ ان انا بصراحه بادئه يعني، بس تنظيم الوقت معايا ده مش عارفه. مشكله تنظيم الوقت. حاضر. حاضر شكرا. حاضر. نجاوب عليها بقى. حضرتك بقى اللي بتحدديه بسن اولادك، مش بتبقى حاجه رغبه بسن اولادك. يعني مثلا ازاي؟ مثلا معايا طبعا، مثلا لو معايا اطفال صغننين خالص مش هينفع ان انا اسيبهم وان لا مثلا هوديهم في حضانه كام ساعه وبرده هيجوا معايا، وفي الوقت نفسه ان انا هروح مثلا المشروع بتاعي هبدا. لازم بسم الله الرحمن الرحيم، لازم ان انا ايه يعني اقول لحضرتك ازاي. ادور على المكان ويعني ما يكونش بعيد عني قوي قوي قوي، يبقى برده قريب من بيتي عشان ولادي. او المواصلات بتاعتي قريبه لي ان انا هقدر ان انا اروح وان انا اجي. دي حاجه. الحاجه الثانيه انك انت بقى تشوفي الهدف، المشروع اللي انت عايزه تعمليه بالظبط يكون هدفه ايه. هتنجحي في ايه؟ انت حابه ايه اللي انت هتنجحي فيه؟ لان مش اي حد. انا ممكن النهارده اعمل مشروع وهقوم مشروع والله هيكسر الدنيا، بس انا مش حباه مش هنجح فيه. لكن انا لو حابه المجال بتاعي والمشروع بتاعي هو انا هنجح فيه. فهو ده اهم حاجه، مش ان انا هعمل ايه وان انا همشي على خطوي ازاي. انا احب حاجتي هتطلع جميله. هو ده يعني ده اللي انا شايفاه فعلا صح. اما ان هي مثلا تحدد ان انا احدد لها، لا طبعا محدش بيحدد. هي عايزه بس مجرد ان هي تعرف تنظيم الوقت، مش عايزه كتحديد يعني. هي عايزه تفهم طب انظم وقتي ازاي. بس هو ده الصح يعني. اكيد كل واحده هتنظم وقتها على حسب سن اطفالها. على حسب اطفالها وعلى حسب ما ممكن برضو يعني. معلش انا ممكن ان انا مثلا جوزي زي ما انا بقول لحضرتك معايا ماشي، او هو اللي بيساندني، ممكن هي جوزها يعترض. صح صح. كل حد بيفرق. صح. كل شخصيه بتفرق عن الثانيه. اكيد اكيد. صح. فتحديد الوقت طبعا ده انا انظم وقتها، ده صعب ان انا انظم لحد الوقت بتاعه، لان هو اللي بينظم وقته بنفسه طبعا، طبيعته وطبعا مكانه والحاجات دي كلها هي اللي بترتب نفسها. تمام. طيب عايز اعرف موضوع ان انا اشتغل اونلاين وان انا اشتغل مثلا اعرض شغلي مثلا في الشارع، يعني في محل في الشارع في مكان في كده.
انت بترجحي ان الاونلاين دوت يعني حاجه كويسه، ولا اه مثلا طبعا تمام. لا، ولا شغل جميل جدا. ان انا مثلا يبقى شغلي في محل او في مكان مفتوح، لا، الناس جميل رايحه جدا جايه جدا شايفه؟ جدا. الاونلاين جميل بالعكس، ده متاح للكل يعني، كل دلوقتي شايفه. اما مثلا لما اجي اقول المحل او كده او المشروع ان انا هعمله في مكان عام، طبعا يعني بيكون محتاج امكانيات، ماشي. فعلشان انا اعمل حاجه زي كده لازم يكون معايا امكانيات ان انا هقدر ان انا اعمل حاجه زي دي. اما الاونلاين طبعا متاح للكل، متاح للكل. ففي كلتا الحالتين زي ما انا قلت قبل كده، لو انا حابه حاجتي وحابه مجالي صدقيني هينجح في اي مكان، وايا كان الهدف بتاعه هينجح، هينجح. بس اهم حاجه ان انا حباه، لان لو حبيت الحاجه بتاعتي هطلع فيها كل الطاقه اللي عندي الايجابيه وهيطلع احسن حاجه منها. طب معانا تليفون، معلش. استاذه سميره، الو. الو، سامعني؟ عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا سمر، عامله ايه؟ مبروك حبيبتي البرنامج. ميرسي، ربنا يخليك يا رب. ميرسي. الله يخليك. ميرسي. كنت بس المحل بتاع الفاشن ده، الضيفه اللي حضرتك دي. تمام. فين؟ في اسماعيليه. هي في اسماعيليه؟ اه هي من اسماعيليه. اه في فين بقى؟ في رقم للتواصل، وممكن تتصلي بيها وبرضه هتبقوا على تواصل مع بعض بقى ان شاء الله. ماشي يا حبيبتي. ماشي، مبروك يا حبيبتي، ربنا يخليكي. ميرسي. ماشي، اتفضلي. نورتيني جدا يا هاجر، بجد كانت حلقه جميله جدا جدا، واكيد الناس كلها استفادت زي ما انا استفدت بجد والله، يعني حلقه جميله جدا. ميرسي ليكي. بس قولي لي بقى قبل ما اختم، كلمة كده يعني لأي ست ولأي بنت بقى، كلمة كده من عندك، كلمة على إيه؟ يعني نصيحة تنصحيهم مثلا، لو هم عاوزين يعملوا مشروع أو حاجة، عايزين يخوضوا تجربة زي كده، نصيحة أخيرة بقى ليهم. أقول لأي ست؟ أي ست، أي بنت، بلاش نقعد في البيت وبلاش نتكاسل. والنبي بلاش الكسل. ننطلق. أهم حاجة الكسل. ننطلق ونعيش في اللي احنا حابينه، في المجنة اللي احنا حابينه، لأن خلاص ما ينفعش إن احنا نقعد في البيت. ما ينفعش. زي زمان كانت الست هي اللي بتساند جوزها، فاحنا لازم برضو دلوقتي لازم كلنا نتكاتف مع بعض علشان نعمل إنتاج كويس ونعمل مجتمع كويس. فلازم كلنا نبقى ايد واحده، ما ينفعش ان انا اقعد في البيت. احنا في ظروف كلنا اقتصاديه صعبه، فلازم الست ان هي تطلع، ما ينفعش ان هي تقعد. دي في حد ذاتها جميله جدا، وان هي بقى خلاص بقى هتطلع كل الطاقه اللي عندها في الحاجه اللي هي كمان فيها دي. فصدقيني هتلاقي في سعاده في البيت، هتلاقي في هي كمان بقت مبسوطه جدا وفرحانه في اللي هي فيه. ليه؟ لان هي عملت وحققت النجاح اللي هي بتتمناه. فده كله في حد ذاته بيبقى نجاح عظيم للست. وفي نفس الوقت طبعا ربنا يخلي يا رب لما يكون جوزها كمان بيساندها، هو اللي واقف معاها، ده بيكون حاجه جميله جدا جدا يعني. ميرسي جدا جدا يا هاجر، نورتيني بجد والله. شكرا جدا، ووجودك معايا ده اضافه للحلقه واضافه للبرنامج كله طبعا. لا ده بالعكس، ده شرف ليا. حبيبتي ربنا يخليكي، بشكرك قوي قوي. شكرا. ويا رب تكون الحلقه عجبتكم، واستنوني في الحلقة الجاية. انتي اجمل. باي.